كيفية التعامل مع الأب، خصوصاً أنه دائماً يحدث مشاكل مع ابنه بسبب أو بدون، ودائماً يهز من شخصيته. الشباب طبعاً يتوقعون أن يقول لهم بر الوالدين، ومهما يكون الوالد مهما صح؟ هو كذا، بس في قصة ثانية. هذا يشتكي: والدي مؤذي، والدي محبط، والدي كلما أردت أن أنتهض يتهمني بالفشل فيثبطني، كيف أتعامل مع هذا الوالد؟ أول خطوة سامحه، حتى تتجاوز الفشل في داخلك سامح. الذي يمر بأزمة مثل هذه يفهم الكلمة هذه جيدة، لأنها صعبة شوي. في داخلك سامحه، قل يا رب سامحت أبي فيما أضاعه من حقي، فأعني على أداء حقه. هذه النقطة الأولى، سامحه. النقطة الثانية، تجنب الجدل معه مدام الوالد من النوع الذين لا يحسنون الجدل، مدام من النوع الذين لا يتقبلون الجدل بالتي هي أحسن، لا يحبون النقاش. حاضر يا بابا تحت أمرك، أسمعه فقط الكلمات الطيبة ونفذ الخير الذي يطلبه منك، وأنت في داخلك شق طريقك للنجاح، لا تجعل شيء يفشلك. ثم إذا قطعت طريقا نحو النجاح وظهرت ثمرات النجاح، ارجع إلى أبيك ولا تقول له شفت أنا نجحت مش فاشل، لا، قل له أنا نجحت ببركة دعاك يا بابا، يا كل ده بفضلك، وانت هنا مش منافق. تعرف ليه بفضله؟ لسببين. السبب الأول، لولا ما وجدت هو والأم، لولا هما لما كنت موجودا. لكن في سبب ثاني، أنت جعلت عجزه عن أن يرى النجاح فيك، هو عجز عن أن يراك ناجحا، هو يراك إيش؟ فاشل. أنت حولت نظرته هذه إليك إلى دافع لتثبت له بأنك لست فاشل. في واحد خلاص أبوه كل يوم يقول له يا فاشل، وده طبعا غلط، وإذا كان في آباء يسمعونني هذه مصيبة كبيرة في التربية. نحن نحبط أبناءنا، يا فاشل أنت عمرك ما حتفلح، عمرك ما حتنجح. طيب وتنتظر ينجح كيف؟ من منا اليوم ما استعرض حديقة الحيوانات كلها، يا حمار يا كلب يا بهيمة يا من منا في بيوتنا لم يسمع بأذنه أنه استعرض حديقة الحيوانات في مسمعه؟ القليل استثناء، إلا ما رحم ربي. هذا خطأ كبير من الوالدين، هذا يحبط. لكن أنت الآن، أنا أكلمك أنت، لا تحبط، حول ما يمكن أن يكون محبطا إلى سبب في الدخول في التحدي للنجاح. تحدى رؤية أبيك إليك، نظرة أبيك إليك، لا تتحدى أباك. أبوك له الاحترام والتقدير، أبوك له الاحترام والتقدير، تحدى نظرته إليك. هو يراك فاشل، أثبت له أنك لست بفاشل، ثم بعد ذلك أثبت له أنك بار بالرغم من أنه كان يعدك فاشلاً.